بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنشتغل على الكي ميز كلاستر. الكي ميز كلاستر تمام. احنا اللي فات كله كان معنى انا عندي الانبوت وعندي الاوتبوت وعايز اعمل حاجه تفت الكلام ده. ادي لها الانبوت ادي لي الايه الاوتبوت. اللي احنا هندرسه دلوقتي بقى انسوبرفايزد ليرنينج. يعني ايه انسوبرفايزد ليرنينج؟ زي ما الدكتور شرح في المحاضره مش عارف احنا حاجه بس عايز اعمل لها تصنيفات. يعني عايز اقول السامبل دي كانت للنوع الاول ولا النوع الثاني. طب بناء عليه بناء على الداتا نفسها مش عارف الاوتبوت تمام. ده الكلاستر هو انسوبرفايز. يعني انا مش عارف الاوتبوت بتاعي تمام. وعلى فكره من ضمن الابلكيشنز بتاعت الكلاسترنج ممكن في الفيتشر سيلكشن. يعني لو انت بتيجي تعمل فيتشر سيلكشن ممكن تعمله بالكلاسترنج. فهو الكلاسترنج مش طريقه للانسوبرفايزد ليرنينج وخلاص. يعني الابلكيشن يتقفل على انسوبرفايزد ليرنينج وخلاص لا. انت ممكن تعمل بيه ورك اراوند انت يحل لك مشاكل ثانيه. يعني لو انت بتختار الفيتشرز بتاعتك بعد كده لما تشتغل في ادفانسد ماشين ليرنينج لو حبيت تشتغل على فيتشرز معينه ممكن بالكلاستر اناليسيس تعرف ايه الفيتشرز المهمه تمام. فما تاخدش ده الالجوريثم ان هو حاجه ثابته كده للابلكيشن ده. يعني حاول تفهم ان ده بيعمل كذا عشان لما اقول لك مشكله ممكن تحلها بالالجوريثم ده تحلها بيها مش مجرد ابلكيشن وخلاص ماشي. طيب الكي مين كلاسترنج دي ابسط طريقه ان احنا نعمل كلاسترنج. في الجوريزمز ثانيه غير الكي مين انت ممكن تعمل بيها كلاسترنج. احنا هناخد ابسط حاجه اللي هو الكي مين تمام وهنطبقه في الاخر بالاسكيلر ماشي. السكشن النهارده جميل الكي مين كلاسترنج. زي ما انتم شايفين لو دي السامبل داتا اللي عندي لو دي الانبوتس اللي عندي زي ما انتم شايفين هنا كام فيتشر؟ تو فيتشرز. انا عندي هنا كام فيتشر؟ اثنين. واحده في الاكس واحده فين؟ في الواي. طب لو انا كان عندي ثلاثه فيتشرز هتبقى 3 دايمنشن صح؟ لو اربعه 4 دايمنشن وهكذا. هتلاقي بقى ما بتترسمش تمام؟ فاحنا بادئين بابسط حاجه خالص اللي هي ايه؟ 2 دايمنشنز تمام؟ 2 دايمنشنز يعني كل نقطه في السبيس ديت لها ايه؟ لها اكس 1 واكس 2. بلاش نسميها واي عشان الناس ما تتلخبطش. خلينا نسمي المحور ده اكس 1 والمحور ده ايه؟ اكس 2. يعني كل نقطه في السبيس ده ليها قيمه في الاكس وليها قيمه في ايه؟ قيمه في اكس 1 وقيمه في اكس 2 تمام؟ ليها قيمه في الفيتشر الاولى ولها قيمه فين؟ في الفيتشر الثاني. احنا متفقين على كده؟ تمام؟ احنا بقى عايزين نعمل طريقه تروح مصنفه لي. شايفين الشويه اللي فوق دول؟ شايفين الشويه دول؟ الشويه دول كده احنا عايزين نخليهم في كلاستر الاولى والشويه دول نخليهم في كلاستر الايه؟ الثانيه. يعني نعمل تو كلاسترز. ده احنا بعينينا اللي قلنا كام؟ اثنين. خلينا واخدين بالنا من الحته دي. احنا بعينينا قلنا هنعمل ايه؟ تو كلاسترز تمام؟ احنا عايزين بقى الالجوريثم يختار المجموعه دي في الكلاستر الاولى والمجموعه دي فين؟ في الكلاستر الثانيه. نعمل ايه؟ اول حاجه بنفترض انيشال فاليو السنترويد. السنترويد ده هو المركز بتاع كل كلاستر. المركز بتاع كل كلاستر زي ما الدكتور شرحت في المره تقريبا دي نفس السلايد تمام. افترضت ان ديت السنترويد الاولى ودي السنترويد الثانيه. انا اللي افترضتهم برضه دي انيشال فاليوز انا اللي حاططها وانا اللي محدد العدد بتاعها ماشي. طيب بعد كده بمسك بقى كل نقطه من الموجودين دول بمسك كل نقطة من الموجودين دول واقول هل هي تبع السنترويد ده ولا تبع السنترويد ده تمام. طب بعمل الكلام ده بناء عليه بناء على الديستنس. عارفين الديستنس اللي هي الفرق ما بينهم تاخد الابسولوت بتاعهم. احنا بقى هنجيب مربع الديستنس ما بين النقطة والايه السنترويد. المينيموم فيهم هقصين له الايه السنترويد اللي هي بتاعت الكلاستر ده ماشي. ده اللي احنا بنعمله دلوقتي. يعني انا اول حاجه خالص قلت انا عندي الكلاستر السنترويد الاولى اهي والسنترويد الثانيه اهي. انا اللي افترضته في اي مكان هحطه تمام. وانا برضه اللي افترضت ان هم اثنين ما افترضتش ان هم ثلاثه ولا انا اللي قايل اثنين ومكانهم تمام. بعد كده يا جماعه عملت ايه؟ قلت انا عايز اشوف ايه النقط القريبه من الاكس الزرقاء دي واخليها في الكلاستر اللي لونها ازرق ماشي. وعايز ايه النقط القريبه من الاكس الحمراء خليها في الكلاستر اللي لونها ايه؟
اللي هي الديستنس المشهوره هي الاكس ناقص اليو بتاع اللي هي الاكس ناقص السنترويد. فانت بتجيب الايه؟ بتجيب الديستنس. طيب بعد كده خلاص بقى عندي المجموعه دي في الجروب الازرق والمجموعه دي في الجروب الاحمر. الانيشال فاليو بتاع السنترويد بتاعك اصلا ممكن تبقى غلط مش كده؟ تعالى نحسب سنترويد جديده. عملنا سنترويد جديده اخذنا الافرج بتاع النقط اللي في كل ايه؟ في كل كلاستر. السنترويد ده كده اتحركت بقى ايه؟ بقى في الشكل ده. السنترويدز اتغيرت. ايه رايك نغير الاساينمنت بتاعت النقط اللي ايه؟ لكل سنترويد. تعالى نعملها. هنعمل اساين البوينتس لكل ايه؟ لكل سنترويد. نعمل ايه تاني؟ نحسب السنترويد وبعد كده نحسب ايه؟ نقصين النقط اللي ايه؟ السنترويد. هتلاقي في الاخر استقرت على الوضع ده. استقرت يعني بقى شكلها بالشكل ده. وقفت ما بقتش بتتغير. السنترويد ما بقتش بتتغير تغيرات بسيطة أو ما بتتغيرش. تمام؟ وقفنا على كده. فده بقى عندي ايه؟ بقى عندي المجموعة اللي فوق الحمراء دي بقت تنتمي للجروب الأول والمجموعة الأزرق ده بقت تنتمي للإيه؟ للجروب التاني. دي الفكرة، دي الألجوريزم اللي احنا هنعمله. طيب نفكر سوا، احنا كنا بنعمل ايه؟ ايه اللي احنا عملناه من شوية ده؟ كنا بنعمل ايه؟ أول حاجة بنعملها بنفرض الانيشال سنترويد صح؟ بفرض عددهم وبفرض عددهم وبعد كده وبعد كده أقصين كل نقطة لإيه؟ للسنترويدز مش كده؟ وبعد كده أحسب سنترويد وأتم للريسيل أحسب أجيب محسب منهم عشان أقصين يبقى أنا كده اسمها إيه؟ بقصين كل نقطة للسنترويد تمام؟ بعد كده بحسب بقى السنترويد الجديدة لأن هي بتتغير يعني لو أنا لما أنا اخترت شوية نقط دول وشوية نقط دول النقطة دي مش في المركز بتاعهم نجيب الافرج بتاعهم فتبقى في الايه؟ في المركز. متفقين على الكلام ده؟ طيب ده الالجوريزم اللي كان اندر اي في الايه؟ في الكورس. كل اللي بتعمله بتعمل ايتريشن ريبيت للكلام ده. الفور الاولى دي بتحسب لك ايه؟ ها؟ بتحسب لك ايه؟ السنترويد بتاع كل نقطه. يعني عندي حاجه بتحسب السنترويد بتاع كل نقطه. وستيب ثانيه بتحسب ايه؟ السنترويد بعد ما النقط اتعمل لها ايه؟ اساين لحد ما تقف خالص. لحد ما تقف تمام؟ طيب طبعا هي مش لحد ما تقف هي المفروض في حاجه اسمها كوست اللي هي الجي اللي هي كانت موجوده في المحاضره برضو تمام بتحسب الكوست في المرحله الاولى لما انت تيجي تحسب السنترويد بتاع كل بوينت بتبقى مثبت ايه؟ السنترويدز صح؟ يعني لما اجي احسب لما احسب الكلاستر بتاع كل نقطه الخطوه اللي فاتت دي هنا عشان احسب الكلاستر بتاع كل نقطه احنا بنقول ايه؟ بنثبت السنترويد صح؟ واجيب الاوبتيمال الاوبتيمال اللي هي المينيموم ديستانس ما بين الايه؟ ما بين كل نقطه والسنترويد. فانا مثبت ايه؟ مثبت السنترويد نفسها ما غيرتهاش جبت الايه؟ الكلاستر بتاعت النقط دي حلو؟ ده الستيب الاولى. الستيب الثانيه خلاص بقى عندنا النقط النقط اهي عايزين نحسب بقى السنترويد يعني اللي بيتغير في المره الثانيه ايه؟ السنترويد فانا مثبت واحد وشغال على الثاني تمام ده كان معنى الاوبتمايزيشن بس ما يعنيناش في حاجه طيب يبقى احنا محتاجين ايه؟ محتاجين تو ستيبس الستيب الاولى ان انا باساين كل نقطه طبعا ده بعد الانيشاليزيشن تمام بعد ما يكون عندي اصلا سنترويدز اكيد مش هتاساين للهواء صح؟ يعني انا اول حاجه خالص اللي هي الانيشاليزيشن بانيشاليز عدد السنترويدز واماكنها تمام بعد كده اول حاجه بعملها في الايتريشن بتاعتي بتاعت كل مره ايه اساين كل نقطه للايه للكلاستر وبعد كده مش انت عملت لهم اساينمنت هات بقى الافرج بتاعهم هتحسب سنترويد ايه جديده وهكذا مش ده اللوب بتاعنا فبقى عندي الستبس بالشكل ده بقى عندي في الاول خالص انيشال سنترويدز معناها انيشال سنترويدز انا اللي بقول عددها وانا اللي بقول اماكنها ماشي بعد كده قلت لك بقى تلف تقصين تحسب تقصين تحسب تقصين تحسب وهكذا لحد ما تقف ايه الدنيا معاك تمام طيب تعال بقى نشوف ايه موضوع assign point to cluster assign point to cluster اتخيل كده اللي هي دي اللي في النص دي هتكون محتاجه ايه وتطلع لي محتاجه ايه لا هي بقى ما تخلاش الديستنس انا اديلها النقط اتفضل النقط اتفضل السنترويد واحسب لي بقى انت الديستنس ورجع لي ايه؟ الكلاستر بتاع كل نقطه تمام؟
تاني يبقى انا عندي في الاساين بوينتس دي انا محتاج ادخل لها السامبل اكس بدلها الاكس العامه اهي الفيتشر بتاعتها اهي تمام وبدلها الايه السنترويدز اللي هي ايه عايزه تروح تحسب لها الايه كل واحده في انهي سنترويد من دول تمام بدلها دي وهي بترجع لي ايه وهي بترجع لي كل رو كده في السامبل الداخلي كل سامبل يعني بالفيتشرز كلها كل سامبل كل رو كده هو في انهي ايه في انهي كلاستر ده اللي هي بترجعه لي ينتمي لانهي سنترويد يعني قريب من انهي سنترويد ده اللي هي ايه هترجعه متفقين على كده تعالوا نعمل كده طيب طالما احنا هنحتاج عمليات رياضية كتيرة الناس معايا بعد اذنكم طالما هنحتاج عمليات رياضية كتيرة نحتاج اعمل import للنم دي كده كويس ازاوم تاني تمام طيب احنا محتاجين النم دي مش محتاج حاجة تانية دلوقتي محتاج النم دي بس تمام محتاج اعمل بقى function تاخد مني الاكس تمام اللي هي عباره عن ايه الفيتشرز صح هنحطها في اوبجكت نوعه نمبي اري اوبجكت نوعه نمبي اري بالشكل ده يعني اقول مثلا اكس خلينا اقول خلينا نقراها من بره احسن بصوا كده دي الفيتشرز بتاعتي دي الفيتشرز بتاعتي ايه نقراها الاول اهي الفيتشرز اهي تعال نقراها نعم اكس واحد واكس اتنين تو فيتشرز تمام تعالوا نقراهم في نمبي اري ها هنقراهم في نمبي اري ايه دكتوره كانت رفعتهم ماشي حاضر حد دورك سيز في حاضر هاتوا فلاشة طيب وانا لو زومت كان كده الدنيا هتبقى شكلها بايخ قوي بص يا شباب انا ما قريتش المره دي بالبانداز ها انا قريت بالنمبي ما قريتش بالبي دي فاكرين لما كنا بنعمل السكشن اللي فاتت بي دي تو تريت سي اس في ما قريتش بالكلام ده لما كنت بعمل بي دي تو سي اس في كانت بتعمل دو تريت سي اس في كانت بتقرا داتا فريم انا مش عايز اشتغل على داتا فريم النهارده خلينا شغالين بالنمبي اري البسيطه خالص تمام في النمبي في حاجه اسمها جين فروم تكست ده بيقرا ايه بيقرا تكست فايل فايل سي اس في هنا تمام طيب بص كده لما احنا نرن الكود ده هو بيقرا الايه بيقرا الفايل في الاكس لو انت فتحت الاكس كده دي الاكس بتاعتنا دي نوعها ايه دي نوعها ايه نمبي اري نمبي اري مش بانداس داتا فريم تمام انا قريت ما جبتش سيره البانداس خالص ماشي طيب تعالوا بقى نكمل دلوقتي انا عندي الايه عندي الاكس طيب نفتكر سوا الفانكشن دي كانت بتحتاج ايه كانت بتحتاج السامبلز والسنترويدز الانيشال سنترويدز بقى ندي لها انيشال سنترويدز تمام طيب نفترض ان انا عندي 3 سنترويدز السنترويد عباره عن نقطه في السبيس بتاعي صح
السنترويد عبارة عن نقطة في السبيس بتاعي. لو أنا عندي 2 فيتشرز يبقى السنترويد دي احنا سيتها قد ايه؟ اكس واي، هي اكس 1 واكس 2. تمام، دايما ايه اكس 1 واكس 2 على الفيتشرز بتاعتي. تمام، عشان لو كان في اصل لو قلت واي الناس هتتلخبط مع الاول. ماشي، طيب نفترض انيشال سنترويدز تساوي ان بي دوت نمبر اري، هي اري. بص بقى كده، هدي لها كام سنترويد؟ هدي لها 3 سنترويد، كل واحده فيها اكس 1 واكس 2. يعني بقول كده الاولى نفترض ان هي 3 و3 والثانيه 6 و2 والثالثه 8 و5. تمام، كده احنا اللي حددنا عدد السنترويدز، ها، واحنا اللي حددنا اماكنهم. يعني انا كنت ممكن اقول 2 بس اشيل دي كده بقوا 2 سنترويد وانا اللي محدد. تمام، طيب نعم، ايه، طب بص انا هقول ايه الطريقه الصح ان انا اختار بها السنترويدز. يعني انا هقول لك حل في اخر السكشن هنا. طيب تعالوا بقى نعمل الفانكشن اللي هي بتاخد مني الاكس وبتاخد مني الانيشال سنترويدز ديت. نعم، عشان 3 سنترويدز، انا قايل 3 سنترويدز بس كل واحده فيها 2 عشان بس الناس تاخد بالها ان 3 في 2. ماشي، لا انا هشتغل على في الرسمه اللي في البرزنتيشن كانت 2 لكن في الداتا ريت انا اما رسمتها لقيتها تنفع 3. تمام، طيب تعالوا بقى نعمل الفانكشن اللي بترجع لي السنترويد المينيمم لكل ايه، لكل سامبل. تمام، ديفاين، خلينا نسميها زي الكاتوريال بالظبط. تاخد مني حاجه اسمها اكس وحاجه اسمها سنترويد. طيب انا محتاج اكون عارف عدد السامبلز بتاعتي. عدد السامبلز اللي هي ايه؟ عدد السامبلز اللي هي ام، مش كده؟ صح، ام ده عباره عن اللينس بتاع الاكس. يعني ام بتساوي اكس دوت شيب اوف زيرو. بص كده، انا عارفين يا جماعه الدكتوره كانت بتشرح كانت تقول لك ام هو ايه؟ عدد السامبلز بتاعتي، صح؟ طب احنا قلنا السامبلز في اكس، مش كده؟ طيب لما انا جبت اللينس بتاع الاكس يبقى ده ايه؟ الام بتاعي. تمام، ده الشيب اوف زيرو بترجع اللي هو الطول عدد الروس، والشيب اوف واحد بترجع عدد الايه؟ الفيتشرز او عدد الكولومز. تمام، طيب دي الام. طيب الكي، عدد السنترويدز، عدد السنترويدز اجيبها منين؟ اجيبها ايوه بس انا عايزها دايناميك، مش بالظبط. شايفين السنترويدز دي؟ مش هي نمبر اري فيها برضو الايه؟ الشيب. تعال نعملها سنترويدز دوت شيب، وباخد الايه؟ الشيب رقم زيرو برضو عشان هما روز. يعني انت لو بصيت هنا لو رنيت دي هتلاقي ايه؟ بتاخد ده 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 كده ورا بعض. يعني بتاخد الاولى الرو الاول، اول عمود وتاني عمود، الرو التاني وهكذا زي ما قلنا في اول سيكشن. المثال قلت الكلام ده في اول سيكشن خالص، صح؟ اما شرحت الحته دي قلتها. طيب عايزين بقى نمبي اري اخزن فيها الايه؟ اخزن فيها الفيتشر رقم كذا، الفيتشر سوري السامبل رقم كذا، المينيمم سنترويد بتاعتها رقم كذا. نعمل حاجه اسمها اندكس هتساوي ان بي دوت زيروز. طيب الكلام ده هيبقى حجمه قد ايه؟ يعني انا عندي اكس وعايز اقول كل واحده في اكس فاني سنترويد، يبقى الاندكس اللي هو بترجع الاندكس بتاع كل سامبل ده عددهم كام؟ ام. حلو، يعني بتقول عددهم ايه؟ ام. انتوا اللي قلتوا اهو. طيب احنا عايزين نعمل ايه يا شباب؟ احنا عايزين نيتريت على كل ام، على كل سامبل للسامبل دي.
نروح نحسب الديستانس مع السنترويدز صح؟ مع السنترويدز وايه؟ واجيب المينيموم بتاعتنا تمام؟ عشان اعمل الكلام ده محتاج كام لوب؟ اثنين، واحده في التريت على كل السامبلز، واحده تاخد بقى السامبل اللي انت خدتها دي. تعالى انا عندك كام سنترويد؟ عندي كي سنترويد بتفلي على الكي دول، بحسب الديستانس بتاع كل واحده وهات لي المينيموم. تعالوا نعمل الكلام ده. 4 اي ان رينج، الرينج كام بتاع الام مثلا؟ نخلي الام اللي بره، طبعا لازم تبقى الام اللي بره. نخلي حاجه مينيمم سنترويد مثلا هتساوي 1000 كده، اي انيشال فاليو. بس خلي بالك الانيشال فاليو دي يعني حاول تبقى اول واحده تطلع تبقى اقل منها. 4 اي خليها بقى ندي لها ايه، ندي لها جي رينج. اوكي كده بلف لكل سامبل، هات بقى السامبل دي، عايزين بقى نجيب الديستانس بتاعتها مع الايه، مع السنترويدز. فبجيب بقى لكل سنترويد من الكي سنترويدز دول نحسب الديستانس، هتساوي في حاجه اسمها ان بي دوت سام، بتحسب المجموع بتاع الفرق. يعني بص القانون بيقول ايه، عارفين القانون يا جماعه اللي هو بيقول، عارفين القانون ده؟ شايفين القانون ده؟ شايفين القانون ده؟ القانون ده بيجيب لك الايه؟ عايز هنجيب هو بيجيب، هنجيب الصم ونربعه، نجيب الصم ونربعه، هنجيب الصم الايه؟ للطرح بالظبط، للطرح ما بين الاكس بالحاجات بتاعتها بكل الاتجاهات بتاعتها، اكس 1 واكس 2 واكس 3 والسنترويد والايه وكل الاتجاهات بتاعتها تمام. ده اللي احنا هنعمله. طيب ايه، انا محتاج اجيب الايه البتاع دي، انا مش فاكر اسمها ايه والله، بس هي دي كانت مركبه بالظبط زي الابسولوت، كانت بتحسب الجمع بتاع كل الاتجاهات تمام، تحسب الجمع بتاع كل الاتجاهات تمام. فاحنا عايزين نجيب الجمع لكل الاتجاهات عشان تبقى فاليو واحده، عشان تبقى ايه فاليو واحده. هنجيب الجمع لكل الاتجاهات. ليه كل الاتجاهات؟ لان المفروض اكس دي فيها اكس 1 واكس 2 اللي هي اللي كنا رسمينهم كده مش كده، والسنترويد لها اكس 1 واكس 2 اللي احنا حطيناهم بايدينا مش كده. تعالوا بقى نعمل الكلام. بصوا كده بجيب صم، هجيب صم الايه، انا عايز اجيب الديفرنس ما بين الاكس والحاجه الثانيه. فبقول اكس انهي اكس، رقم اي، وكل الاعمده رقم اي، ها لان انا بقيت ريت على كل سامبل وكل الاعمده، بطرح منها ايه، بطرح منها ايه، ها بطرح منها ايه، بطرح منها السنترويد. يبقى انا بقول السامبل دي اطرح لي منها السنترويد. طيب السنترويد انهون، السنترويد انهون، احنا عاملين تو لوبس، احنا عاملين تو لوبس صح، احنا عاملين لوب اللي هو الاي بتاخد في حد الام، ده بيتريت على كل سامبل. يعني انا كده لما اقول اكس باخد السامبل رقم اي، وعاملين عاملين لوب ثانيه اللي هي بتاخد ايه، عدد السنترويدز اللي هي اسمها الاندكس بتاعها جي، بيتريت لحد ما يوصل للكي سنترويدز اللي هو لللينس بتاع الايه للريدي تمام. فيبقى بطرح السامبل رقم اي ناقص السنترويد رقم كي، مش احنا عاملين تو لوبس. فبقول يعني باخد السامبل بلف عليها ايه ثلاث مرات عدد السنترويدز بتاعتي تمام. بقول سنترويد اوف الرو رقم كي وكل الكولومز. طيب سوري معلش، عايزين بقى نجيب الكلام ده هو التربيع ونقفل الكوز بتاعنا تمام. ده كده بيحسب لي الديستانس، الديستانس دي احنا عايزين نجيب ايه من الديستانس دي، عايزين نجيب المينيمم مش كده. عشان كده احنا في الاول عاملين هنا فاريبل اسمه ايه، في كل اتريشن، في كل اتريشن لكل سامبل، ها المينيمم سنترويد معايا باشمهندس؟ اعيد تاني تمام، بجيب المينيمم سنترويد، المينيمم سنترويد فبديله انيشال فاليو في اللوب بتاعت كل سامبل تمام. اديت له اي انيشال فاليو، اديت له انيشال فاليو كبيره عشان اي واحده تبقى اقل منها
عشان ما يبقاش بنال يعني او ما يبقاش بالقيمه دي. تمام. اعمل ايه بعد كده؟ اف اف ايه بقى؟ اف الديستانس ده اقل من المينيمم سنترويد يبقى المينيمم سنترويد بتساوي الكلام ده. تمام تمام. احنا عايزين نحسب ايه؟ المينيمم ديستانس، مش كده؟ بلف عليه واحد واحد واحد، باخد السامبل دي بروح اقارنها بكل الايه سنترويدز. المينيمم لو اقل من المينيمم اللي فاتت، لا انت هسمع لك معروف، المينيمم لو اقل من المينيمم اللي فاتت حطها فين؟ حطها في المينيمم. طيب احنا كده عرفنا انهي واحد فيهم السنترويد، صح؟ بس ما خزنهوش في الاريه الكبيره اللي احنا اتفقنا عليها في الاول. احنا اتفقنا ان انا عندي الاي دي اكس دي المفروض النمبر اري اللي هيكون فيها الايه، اللي هيكون فيها السامبل دي في انهي، في انهي كلاستر او تبع انهي سنترويد، مش كده؟ تعالوا بقى نخزن فيها. يعني بقول اي دي اكس اوف اي هتساوي كام؟ اي دي اكس اوف الاي هتساوي كام؟ تاني اي دي اكس اوف الاي دي المفروض يتحط فيها ايه؟ المينيمم سنترويد، صح؟ تحط فيها المينيمم سنترويد بقى ولا الاندكس بتاع المينيمم سنترويد؟ تحط فيها الاندكس بتاع المينيمم سنترويد، ماشي؟ تاني عملنا ايه؟ عملنا لوب بتلف على كل سامبل، تاخد السامبل دي تروح هات السامبل دي يا عم احسب لها الديستانس ما بين الكي ومين الكي بقى اللي هي عدد السنترويدز الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. لما تلاقي واحده اقل من المينيمم تعمل ايه؟ يبقى دي المينيمم، صح؟ وبلس على كده يا عم هيش الايه؟ الاندكس بتاعها عندك في الاري اللي اسمها اندكس عشان لو محتاجه بعد. تمام؟ جي. طيب المفروض الفانكشن دي بترجع ايه؟ المفروض الفانكشن دي ادانا لها اكس وادانا لها السنترويدز وبترجع بترجع السنترويدز بتاع كل سامبل اللي هي موجوده فين؟ في الاندكس الاي دي اكس. بص كده، مش احنا كل مره الاي دي اكس بنخزن فيها السنترويد بتاع دي، صح؟ يبقى انا ريتيرن ايه؟ اي دي اكس. طيب خلصنا الفانكشن، تعال نجربها نشوف هتفرقع في وشنا ولا هتعمل ايه. ايه انا ما كتبتش غير دول بس. اه فيها الديليمتر، الديليمتر الديليمتر كوم. احنا عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ تعالوا نعمل كل الفانكشن دي ايه على الفلاشة مع زمايلك. عايزين نعمل كل الفانكشن دي، الفانكشن اسمها فايند كلوزست سنترويدز. الفانكشن اسمها كلوزست سنترويدز. طيب دي الفانكشن بتاعتي، احنا اتفقنا ان الانبوت بتاعها ايه؟ اتفقنا ان الانبوت بتاعها ايه؟ الفيتشرز، صح؟ والسنترويدز. الفيتشرز احنا كنا حاطينها في اكس فوق اهي، خلينا بقى ناخدهم تحت عشان يبقى شكلها اظرف. بص كده، احنا قرينا الفيتشرز عندي من السي اس في فايل في اكس، صح؟ واحنا ادينا احنا اللي ادينا initial centroids في ايه؟ في نمبي اري اسمها initial centroids. تعالوا نرني كده. بص كده السنتر بقى في ايه؟ دي عبارة عن ايه يا جماعة؟ اللي طالع لي ده عبارة عن ايه؟ بص بالظبط، انت لو خدت بالك من عدد دول 49 او 50 50 واحدة هي نفس ال 50 بتوع الاكس، يعني معناها ايه؟ معناها ان السامبل الاولى في الاكس ديت ايه؟ الكلاستر السنترويد القريبة منها ايه؟ احنا لسه ما عملناش ايه؟ لسه ما عملناش كلاستر. ده اللي احنا عملناه. دي فيه مشكلة؟ أعيده تاني؟ طيب نرجع بقى للرسمة بتاعتنا.
كنا بنحسب ايه؟ احنا كنا بنحسب الاساين كل نقطة بالايه؟ ناس معايا؟ احنا كنا بنحسب ايه؟ كنا بنحسب الاساين كل نقطة لايه؟ السنترويد المينيمم بتاعها ايه؟ المينيمم ديستانس معايا. ده اللي احنا عملناه ورجعناها في الاندكس. رجعنا الاندكس بتاعها. دي فيه مشكلة؟ حلو. يعني احنا خلصنا الفانكشن. طيب الستيب اللي بعد كده بتحسب ايه؟ تاخد بقى اللي انت عملته في المرحله اللي فاتت، تاخد المرحله اللي فاتت دي وتروح تحسب لك السنترويدز اماكنها الجديده، صح؟ يعني هتاخد مني تخيل كده، انا عايز في الرسمه اللي فاتت دي كده في الرسمه دي عايز اجيب الاماكن الجديده للسنترويدز، محتاج ايه عشان احسبها بايه؟ محتاج ايه؟ محتاج السامبلز كلها، مش كده؟ ومحتاج ايه كمان؟ محتاج كل سامبل في انهي سنترويد؟ محتاج كل سامبل في انهي سنترويد؟ عشان ايه؟ يبقى السنترويدز ديت عملناها الاربعه، تمام؟ ومحتاج السنترويدز عشان احط فيها ايه؟ الحاجه دي. يبقى انا محتاج ايه؟ محتاج السامبلز الاكس، محتاج الاكس لان انا كده كده هجيب الافرج بتاعت مين؟ بتاعت الاكس، تمام؟ ومحتاج السنترويدز عشان احط فيها الايه؟ السنترويدز بتاعتك عشان نفس السايز بتاعها عشان تبقى الشغل بتاعي دايناميك، فباخد السنترويدز عشان اعرف ايه السايز هي كام في كام، ماشي؟ والسنترويد فور ايتش سامبل دي معناها ايه؟ خد التعميم بتاع المرحله اللي فاتت اللي هي كان بيقول لك ايه؟ الري فيها الاندكس بتاع كل سنترويد لكل سامبل، تمام؟ تعالوا نعمل فانكشن. طيب الفانكشن دي المفروض ترجع لي ايه؟ المفروض ترجع لي السنترويد الجديد اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن متوسط. حلو، يعني احنا في الرسمه اللي فاتت دي كده الرسمه دي عايز اجيب السنترويدز الجديده كنت بعمل ايه؟ باخد الحمض، ها؟ باخد الحمض واجيب لهم الافرج بتاعهم على كل اكس وكل واي، على كل اكس واحد وكل اكس اثنين، ويبقى هو ده ايه؟ السنترويد الجديد. واجيب الازرق، تمام؟ واحسب له الافرج، وبعد كده اعمل له ايه؟ اجيب برضه السنترويد الجديده، يعني هلف قد ايه؟ اللوب دي هتلف كام مره؟ عدد السنترويدز. انا كده كده عندي في فانكشن في النمبي بتحسب الافرج على العمود كله، تمام؟ انا عندي دي، فانا كده كده هعمل لوب لكل سنترويد، مش انا محتاج لكل سنترويد هو فين؟ صح؟ ها؟ اقولها تاني؟ احنا محتاجين ايه؟ محتاجين فانكشن ادي لها السامبلز بتاعتي والله يا معلم. السامبل الاولى في الايه؟ كانت حسب المينيمم بتاعها الكلاستر دي، والسامبل الثانيه الايه؟ الكلاستر كذا اللي هي الاندكس اللي احنا طلعناه، تمام؟ وبدي لها الاري بتاعه السنترويدز عشان تعرف منها هي كام في كام، ماشي؟ طيب وبعد كده بلف لكل سنترويد عندي في الكي سنترويدز دي، اعمل لي ايه بقى؟ هات لي الافرج للنقط انهون النقط بتاعتها، النقط اللي هي الحمراء يا الزرق، صح؟ يا الحمراء يا الزرق. يبقى انا محتاج اعمل فلتريشن، صح؟ محتاج اعمل ايه؟ فلتريشن، اعمل سلايس، يعني هات لي السامبلز بتاعت السنترويد الاولى. دي اول خطوه هنعملها. وبعد كده بعد ما جبت السامبلز بتاع السنترويد الاولى هتلاقي الافرج. طب الافرج اللي طلع لك ده ايه؟ السنترويد الجديد. تعالوا نعمل الكلام ده. انا كده بعمل ايه دلوقتي؟ احنا بنعمل كالكوليت للسنترويد. تاخد مني الاكس والاي ديكس اللي هي الخارج بتاع الاستيب اللي فاتت، والكي، الكي اللي هو ايه؟ عدد السنترويدز، او ممكن تدي لها سنترويد، او بص ممكن تدي لها سنترويد عشان ما وايه؟ وتاخد تجيت انت الكي، او وانت بتبعت لها تجيب السايز بتاع الايه؟ بتاع السنترويد، از يو لايك. المهم احنا عايزين نعرف اللوب حجمها قد ايه بس. طيب احنا هنعمل ايه؟ نجيب الام والان. الام اللي هي كانت مين؟ الام اللي هي عدد السامبلز، والان اللي هي مين؟ عدد الفيتشرز. سبحان الله، لما انت بتقول اكس دوت شيب كده، ماشي، هي بترجع مين؟
بترجع لك الطول والعرض، يعني بترجع الاولاني اللي هو هيرجع في الام ده اللي هو ايه اللي هو عدد السامبلز، والاكس ده عدد الفيتشرز، هي الفانكشن نفسها بترجع تمام زي ما شرحناها قبل كده. طيب بعد كده السنترويدز المفروض نديلها اري زيروز عددهم كام؟ عددهم كي صح؟ طيب عددهم كي وحجمهم قد ايه؟ هو سنترويد واحد؟ هما ثلاثة سنترويد صح؟ في اللي احنا بنشتغل عليه اللي كان في الرسمة كان اثنين سنترويد صح؟ اثنين سنترويد سوري اثنين سنترويد، كل سنترويد كام كام اكس واحد، في اكس واحد واكس اثنين واكس ثلاثة واكس اربعة، عندي كام واحدة؟ عدد الفيتشر تاني. يبقى كل سنترويد، كل سنترويد اللي هو عدد الروز اللي في الاري بتاعت السنترويد دي اللي هي كام واحدة؟ كي، اللي هي كام؟ كي، اللي هي عدد السنترويدز بتاعتي مش كده؟ طيب وايه تاني؟ وعدد عدد الايه لكل المحاور بتاعتي كام؟ اللي هي كام بقى عندي؟ اللي هي عدد الفيتشرز اللي هي كام؟ ان. تمام كده انا عملت حاجه اسمها نمبي اري اسمها سنترويدز زيروز ماشي، كام في كام؟ كي اللي هي عدد السنترويدز في كام فيتشر؟ ان فيتشرز ماشي. اللي احنا متفقين ان كل سنترويد بيكون ليه احداثي في الاكس واحداثي في الاكس واحد وفين في الاكس اتنين تمام. لسه بتعملها كده. طيب عايزين نعمل ايه بقى؟ الفور الاي ان رينج هلف على مين؟ هلف على مين؟ انا عايز احسب كل سنترويد يبقى بلف على الكي، مش عارف هات لي السنترويد الاول بكام، السنترويد الثاني بكام، السنترويد الثالث بكام صح؟ فيبقى بلف كام مره تاني؟ احنا عايزين نحسب لكل سنترويد صح، يبقى باخد السنترويد ماشي السنترويد ده اروح اعمل ايه؟ هات السامبلز بتاعت السنترويد ده، اول خطوه جبت السامبلز يعني بعمل فلتريشن مش كده، بعد ما جبت السامبلز هات الافرج، جبت الافرج هو ده السنترويد انا السنترويد بقى رقم كام لان انا عايز احسب سنترويدز، فبلف قد ايه؟ قد عدد السنترويدز تمام. طيب احنا اتفقنا اول مرحله اجيب مين؟ اجيب السامبلز اللي انا هجيب لها افرج، مش دي الرسمه بتاعتنا؟ اجيب السامبلز اللي انا بحسب لها الايه؟ الافرج. طب اجيبها ازاي؟ بص كده بقول ايه اللي انا عامله بقى ده؟ هيرجع لك مين؟ هيرجع لك الاندكس بتاعه تمام؟ يعني الاندسيز دي بعد ما تعمل الكلام ده بعد الوير دي بتروح تجيب، فاكرين الاي دي اكس اللي كان فيها الاندكس بتاع كل سامبل، هات لي بقى منهم مين اللي هي ايه؟ اللي هي هل هي زيرو ولا واحد ولا اتنين لحد كي تمام؟ هاتهم لي بقى حطهم لي فين؟ في الاندسيز. كده انا بجيب مين؟ بجيب الاندكس، الاندكس بتاع الرو اللي في الاكس اللي ينتمي اللي ينتمي للكلاستر بتاع الايه؟ اي. تاني احنا مش رجعنا في الاي اكس، فاكرين الاي اكس اهو؟ فاكرين ده؟ فاكرين الفاريبل ده؟ مش ده كان مرجع كده 50 اليمنت؟ كل اليمنت راح كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن السنترويد الاندكس بتاع السنترويد، يعني حطينا فيه هناك ايه؟ الاندكس بتاع السنترويد صح؟ انا بقى عايز اجيب الاندكس هو انهي واحد في دول، يعني عايز اجيب الاولاني لو انا بتكلم على الزيرو، بص كده لو انا بتكلم على الزيرو يرجع لي الاندكس زيرو، بيرجع لي الاندكس اتنين، بيرجع لي الاندكس ثلاثه والاندكس اربعه. ليه؟ عشان اخد دول يبقى هم اللي انا بسلايس بيهم فين؟ في الاكس، يعني باخد الاندكس بتوع اكس من ديت وبعد كده بحطهم للاكس تاني. ده اللي انا عايز اعمله. يعني المفروض اللي انا عايز اعمله دلوقتي بدلها الاي دي اكس دي وبدلها الاندكس بتاع الك
كلاستر اندكس اللي هو ايه يا زيرو يا واحد يا اتنين يا زيرو يا واحد يا اتنين تمام. طيب لو لقيت الناس بتوع زيرو بيرجع فيهم ترو فيوم مرجع لي ايه روح يوم مرجع لي الاندكس بتاعه يرجع لي مين الاندكس بتاعه اللي هو عباره عن ايه بقى اللي هو شايفين الزيرو ده وشايفين الاثنين وشايفين التلاته وشايفين الاربعه دي كده عباره عن اندكس فين في المصفوفه بتاعه الايه الاكس يعني بيجيب لي الارقام السامبلز اللي بتاعه السنترويد ده ماشي ده اللي انا عايز اعمله. طيب جبنا ارقام جبنا ارقام السامبلز دي جبنا ارقام السامبلز دي انا محتاج اعمل ايه بقى بقى كده دلوقتي احنا عاملين ايه عاملين حاجه اسمها انديسي عاملين حاجه اسمها سنترويدز نمبر اري كذا في كذا انا بقول لها الرو بتاعك هتاخده منين من اللي هيرجع الرو كله بيتاخد من اللي بيرجع الرو رقم كام الرو رقم اي اللي هو الرو بتاع السنترويد ده الرو بتاع السنترويد ده ماشي احنا متفقين لما انا كنت بكتب سنترويد وبفتح الكوز ده اول حاجه ده رقم الرو والثاني ده رقم الكولوم لما اقول نقطتين فوق بعض ده كان بيقول ايه كولوم كولوم تمام اي كولومز كل الكولومز تمام فلما اقول له الاي وكذا يعني الرو كله اللي في الاري هيتحط فيه بالايه بالفاليو. طيب انا عندي في النمبي حاجه اسمها افريج الحمد لله مش بقعد بقى الف انا واجيب الافريج هي عندها حاجه بتجيب الافريج. طب المفروض احنا بنجيب الافريج لمين للاكس بتوع الراجل ده للاكس بتوع مين بتوع السنترويد ده نجيبها ازاي بقى دي بقول اكس وبقول هنا ايه هقول هنا ايه انديسيز جدع. طيب بجيب الانديسيز وخلاص كده ولا كل الكولومز كل الكولومز تمام كده انا بجيب مين بجيب الافرج. طبعا عشان تحدد له انت بتجيب الافرج على الرو ولا على الكولوم الفانكشن اللي اسمها افرج دي بتاخد مني حاجه اسمها اكسس. ايه الاكسس دي اكسس دي بواحد يعني العمود كله اتجمع يعني العمود كله يتجمع يعني ايه يعني هيطلع لي كام افرج هيطلع هنا كام افرج هيطلع اثنين ولا ثلاثة هيطلع اثنين ليه هيطلع اثنين بص يا حبيبي شايف دي انا عايز اجيب الافرج لمين للاكس بس بتوع السنترويد صح يعني عايز اجيب على العمود عايز اجيب على العمود يعني الافرج على العمود الاول اللي هي اكس 1 والافرج على العمود الثاني اللي هي ايه اكس 2. طب ليه انا بجيب الاكس 1 والاكس 2 عشان السنترويد رقم 2 يحتسب الاكس 1 يحتسب الاكس 2 عشان كده لو بمسك الاكس 1 كلهم هتقوم لي نحسب لهم ايه افرج عشان كده بقول الاكسس على 1 عارف لو قلت له اكسس على 2 اكسس على 0 هيعمل ايه اكسس على 0 شايف الاثنين دول هيجمعهم ويجيب لك الافرج بتاع كله تمام فانا عايز يرجع 2 عمودين تمام عايز يرجع ايه 2 فاليوز عشان كده قلت اكسس بتساوي 1 تمام. طيب طيب انا كده خلصت الفانكشن دي المفروض الفانكشن دي بترجع ايه بترجع ايه يا اخوانا بترجع السنترويدز الجديده اللي احنا لسه جايبينها بالافرج مش كده الناس معايا بترجع مين يا جماعه السنترويدز الجديده تعالوا نعمل الحته دي هقول هنا ريتيرن بس تعالوا نجرب بقى
هي بتاخد مني ايه؟ بص بتاخد مني الاكس بتاخد مني الخارج بتاع مين؟ كده شايف؟ بص يا معلم، بص يا حبيب، بص انت لما بتفتح كوس كده هي بتجيب لك البارامتر لوحدها، سبحان الله يعني. بص كمبيوتر سنترويدز بتاخد، انا اللي عامل الفانكشن دي مش احنا لسه عاملينها، بتاخد مني الاكس وبتاخد مني خارج الفانكشن اللي فاتت صح، اللي هي كانت بتحسب ايه السامبل دي سنترويد بتاعها ايه، بتاخد مني ايه كمان عدد الايه عدد السنترويدز. تمام، يعني هقول هنا اكس و اي دي اكس وعدد السنترويدز اللي هو كام بقى ده كده shape of zero. تعالوا نرن، او ممكن تحطها بايدك تلاتة، يعني لو انت شايف ان الكلام ده صعب عليك ماشي حطها بايدك تلاتة ما عنديش مشكلة. ماشي رن بقى، بص كده المفروض السنتري، المفروض السنتري فيها ايه؟ دي فيها ايه كده؟ دي فيها سنترويدز، دي فيها ايه؟ سنترويدز. فاحنا كده عملنا ايه؟ احنا قرينا الفيتشرز صح، عملنا لها انيشال سنترويدز اللي احنا كنا عاملينها بنينا كود. ناس معايا بقى بيسلكوا، ناس معايا هنا، ناس معايا هنا. احنا عملنا ايه؟ احنا قرينا الفايل اللي هو الاكس ماشي، عملنا له انيشال سنترويدز بايه، في حاجه اسمها انيشال سنترويدز نمبر اري كده حطينا فيها الحاجات دي الثلاثه روز اثنين كورد. تمام طيب حسبنا الانيشال سنترويدز، بعد كده عملنا ايه؟ بعد كده دخلنا على الساين كل نقطة الايه؟ السنترويدز دي، عملنا لها فانكشن. الفانكشن دي كانت بتاخد مني ايه؟ الفانكشن دي كانت بتاخد مني الاكس، كانت بتاخد مني السنترويدز عشان ايه؟ بالظبط عشان تجيب الايه؟ كل واحدة عن السنترويد. تمام؟ راحت بترجع لي الايه؟ السنترويد بتاع كل سامبل، السنترويد بتاع كل سامبل. طيب السنترويد بتاع كل سامبل بقى هاخده هو والاكس ماشي؟ و ال 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 خدنا السامبلز صح؟ السامبلز بتاعت مين؟ بتاعت كل اكس، بتاعت كل سنترويد صح؟ عشان اروح احسب لها الافرج، والافرج بتاع كل واحده منهم يبقى هو مين؟ السنترويد الجديد. تمام؟ ده اللي احنا عملناه، ده صح؟ ده اللي احنا عملناه، مش صعب. لا لا صدقني مش صعب، يعني احنا بص احنا كل اللي بنفكر فيه قعدنا نفكر سوا صح؟ ليه؟ من جوه صعبة؟ يعني لما جبنا، طيب لما احنا جبنا المينيموم ده صعب؟ لما جبنا المينيموم ده صعب؟ ماشي هي سهلة سهلة. طيب أنا عندي سؤال بقى، انا عندي سؤال، انا عندي سؤال، واحنا المفروض بنعمل الكلام ده مره واحده. بالظبط يعني المفروض الكلام ده بنعمله في ايه؟ فور لوب صح، بنعمل الكلام ده فور لوب. احنا اللي عملنا دي خطوه واحده، تعالى بقى نعمل لها فور لوب. بس ايه بقى اللي هيتعمل له فور لوب؟ شايفين السطرين دول؟ مش احنا هنا بنقول له ايه؟ بص الناس معايا بعد اذنكم، شايفين السطرين اللي تحت دول؟ السطرين دول هم ايه؟ هم البوكسين اللي احنا كنا كاتبينهم في البرزنتيشن. السطرين اللي تحت دول هم كده عباره عن البوكسين اللي فين؟ اللي في البرزنتيشن. تعالوا بقى نلف نعمل لها ايه؟ فور لوب. تعالوا نعمل فور لوب ل 1000 مثلا، او نعملها ل 100، فور لوب ل 100، في الاخر نطبع الايه؟ صعبه دي؟ تمام فور لوب جاي، انتوا اللي قلتوا ال 100 مثلا. اهي فور. خلينا بس كده الاول.
بص كده وقعد يلف 100 مره. بص قعد يلف 100 مره ماشي وايه وحسب لي السنترويدز ايه نعم هو صح هو صح المفروض بقى يبقى ايه اقول لك انا سنت بس كده لف 100 مره انا الخطوه اللي انا عملتها دي لان انا كنت مثبت كلمه انيشال سنترويد فالمفروض السنترويد بتاع المره اللي فاتت ده يخش الايه الايتريشن كده تمام فانا خليت السنترويد ده ياخد الانيشال وبيلف بالسنترويد بص كده ده السنترويد ده عباره عن ايه بعد ال 100 لفه بعد ال 100 لفه كل شويه يعمل ايه كل شويه ياخد السنترويد الانيشال يروح يعمل ايه يروح يحسب لها الايه ايه البوينتس بتاعتها يحسب السنترويد الجديده يلف يحسب البوينتس بتاعتها يحسب السنترويد الجديده وهكذا ده اللي احنا ايه ده اللي احنا صعب الكلام ده مفيش مشكله بس هي في طريقه تانية يعني هي في طريقه تانية للكلام ده بس نعملها عايز تعمل مره كمان طيب خلينا نطبعها بقى يعني نعمل كده بص بقى كده اتغيروا ما اتغيروش ما اتغيروش عن بعض ده معناه ايه اللي احنا عملناه ده احنا رنناها 100 مره وعملنا تشيك على الايه على البروسيس هي اتغيرت ولا لا لما رنناها تاني ماشي يا طبعا 100 ده كتير اصلا بالنسبه للسامبلز بس بجرب ماشي صعب الكلام ده طبعا انت ممكن تعمل الكلام دوت في فانكشن ممكن تعمل انت فانكشن اسمها run الكي مينز بقى وتدي لها هي الفور لوب وتكون الفانكشن الثانيه بس بلاش نعقد الشغل بتاعنا انا عارف انتوا ما بتحبوش الفانكشنز طيب عايزين نرسم الكلام ده بقى عايزين نرسم الكلام ده بقى. عشان نرسم الكلام ده عشان نرسم الكلام ده باشمهندس حسان المره اللي قبل اللي فاتت كان بيقول لنا رسمه بايه بالمات بلوت صح فاكرين مات بلوت طيب انا هكتب الكود وانت حاول تفهم معايا ماشي بس احنا كده خلصنا الكي مينز كالجوريزم كده الكي مينز كالجوريزم خلص ده في صعوبه تو فانكشنز واحده بتجيب لك المينيمم ديستانس مع اني سنترويد بترجع لك الاندكس بتاع ايه بتاع السنترويد بتاع دي الفاني سنترويد ماشي الواحده الثانيه بقى بتاخد ايه هات لي دول فلتر يعني الاكس هات لي بتوعها واحسب لها الافرج ورجع لي الايه السنترويدز الجديده بس ده اللي احنا عملناه في الكيمينز تمام تعالوا بقى نرسم عشان نشوف بعينينا الايه الكلام ده طيب انا عندي سؤال بقى دلوقتي ناس معايا بعد اذنكم ناس معايا انا عايز بقى اجيب الاكس انا هرسم اكس اللي اسمها كلاستر واحد صح عايزين بقى نجيب كلاستر واحد دي من الاكس نجيبها ازاي الاكس اللي هي روز وكولومز والله والكولومز احنا عايزين كل الكولومز اكيد صح انهي روز بقى الاي دي اكس بس هي ايه؟ شايفين السطر ده؟ فين الوير اهو؟ شايفين ده؟ ده كده؟ هاتوا هنا بس كده الايه؟ الكلاستر اللي اسمها اكس سوري كلاستر واحد بقى فيها ايه؟ بقى فيها خليها بقى الايه؟ زيرو كده ماشي؟ ايه؟ احنا كان في اي
جبنا ال N B dot where هات لي ال I dot X بتاعها بزيرو. فهتجيب لك الاندكس بتوع الناس اللي هي ايه اللي بتساوي زيرو فيتحطوا في الاكس يتفلتر بيهم تمام. او لو انت دماغك يعني لسه ما فهمتش الكلام ده ممكن تحط الكلام ده في فاريبل كده مثلا تسميه فلتر تساوي كده واكتب هنا فلتر لو انت متضايق يعني من البايثون نو بروبلم. دي بترجع لك خليها بقى اسمها حاجه تانية عشان فلتر دي شكلها معنى. خليها اسمها كده ايه من الاكس هات لي بتوع ايه كلاستر واحد بس. بص بقى كده طبعا دي كلاستر واحد طيب بعد ما خلص الرناية دي بص كده بقى عندي كلاستر واحد دي عبارة عن ايه دي عبارة عن ايه وكلاستر اتنين دي عبارة عن ايه كلاستر تلاتة دي عبارة عن ايه ايه دول برافو. احنا عملنا فلتر على الاكس هات لي بقى بتوع كلاستر واحد بتوع كلاستر اتنين بتوع كلاستر تلاتة بتاع كلاستر واحد حطه في كلاستر واحد بتاع كلاستر اتنين حطه في كلاستر اتنين بتاع كلاستر 3 حطه فين كلاستر 3. صعبه دي احنا ما عملناش حاجه غير سلايس بس يعني خدنا ده خدنا الاكس وعملنا سلايس مش اكتر من كده. طيب بعد كده تعالوا بقى نرسم بص كده احنا عملنا حاجه اسمها ايه سبلوت. السبلوت ديت فيها حاجتين فيها الفيجر اللي بيطلع فيها الفيجر اللي بيطلع الاوبجكت نفسه وفيها الايه الاكس. الاكس ده احنا هنستخدم فيه حاجه اسمها سكاتر ماتريكس ايه الاكس ده اللي هو اللي هنرسم بيه السكاتر ماتريكس. ايه السكاتر ماتريكس ايه السكاتر ماتريكس بص كده شايف الرسمه دي الرسمه دي اسمها سكاتر سكاتر بلوت. الرسمه دي اسمها سكاتر بلوت احنا عايزين نرسم سكاتر بلوت تمام. فانا عشان يعني استخدم الاوبجكت ده خدته في اكس وبقول له اكس دوت سكاتر خد الايه السامبلز دي. بس في حاجه خلي بالك منها السكاتر دي بتاخد اكس وبتاخد ايه واي فببعت الاكس اللي هي اكس واي اللي هي اكس واحد اكس اثنين عندنا تمام. بس سكاتر بلوت دي اصلا بلوت فهي بتاخد مني حاجه الاكس لوحدها حاجه الواي ايه من البارامتر الاول هبعت مين حاجات اكس واي البارامتر الثاني هبعت حاجات مين اكس اتنين. تعالوا نعمل الكلام ده. احنا كده اخدنا بص كده احنا عملنا ايه خدنا العمود العمود رقم 0 ماشي من كلاستر واحد والعمود رقم واحد من كلاستر واحد برضه وده كلر بتساوي ار عشان يخلي لونه احمر بس مش اكتر. تعالوا نرسم الكلام ده. بص الرسمة شكلها عامل ازاي طيب في بارامتر تاني اسمه السايز بتساوي 30 ايه نصغره
بس هي غالبا المشكله في السكيل، غالبا المشكله في السكيل. طب نخليه كام بقى؟ خلي ده بلو وده جرين مثلا. واضح ان في مشكلة في الداتا مثلا. بصوا المشكله كلها ان هو واخد البتاعه ديت ثلاثة يعني السايز بتاعها في ثلاث حاجات. يعني المفروض انا اقول كده هي ديت مشكله انا عملتها من غير ما اقصد، يعني اكيد انا غلطت فيها. في بقى عارفين اللي هو ده الانديسيز، ده الانديسيز ده اصلا حاجه في حاجه. ايه؟ شيل الاس خالص. طب لو مزعلك الاس دي خلاص شيلها، مفيش اي مشكله. بص انت لو خدت بالك الناس بس معايا لحظه، شايفين ده؟ ده تابل. التابل ده عامل لنا مشكله، التابل ده عامل لنا مشكله. التابل ده بيبقى فيه 2 elements صح؟ هي مشكلة في كده ان هو مرجع التابل ده بيرجع كله، فانا مش عايز التابل كله، انا عايز اول واحد بس. بص بقى الرسمة كده، الرسمة دي عبارة عن ايه؟ الرسمة دي شايفينها كده؟ اللي احنا عملناه ايه بقى؟ بص كده، المشكلة ان الانديسيز دي كده اما بنقول ان بي دوت وير ماشي بترجع طبل، يعني بترجع تو اليمنتس، وانا المفروض اخد واحد بس، هو المفروض تبقى ليست. هي دي كانت المشكلة. تمام؟ ايه؟ التو اليمنتس ده بيبقى الحاجة والنوع بتاعها، يعني الحاجة والنوع بتاعها. بص هي لو انت مسكته هنا كده، بص كده يا باشمهندس، ايه الاتريبيوتس اللي فيه؟ الحاجة الانديسيز اللي انت عايزها وايه ونوع الحاجات بتاعتها، لان ده اصلا نمبي اري مش ليست، فلما بترجعها في المات بلوت هي المفروض تاخد ليست، او تعمل ايه ليست اوف وتحول النمبي اري لليست. انا عارف ان هي بعيده شويه يعني عن دماغنا، بس احنا لو نفتكر في اول سيكشن خالص كنا احنا عارفين ان انا عندي حاجه اسمها نمبر اري صح. نمبر اري دي كونتين الفاليوز وكونتين النوع بتاعها، فاكرين دي تايم اللي كانت في اول سيكشن؟ هو الطب اللي بيرجع بيه. ما تشغلش نفسك، يعني انت واخد بالك ان الفاليو اللي راجع لك بالشكل ده ليست وايه والداتا تايب بتاع الليست، فاحنا عايزين الليست مش عايزين الداتا تايب بتاعت ايه؟ بتاعت الليست. عشان كده انا حطيته في ايه؟ اوبس مش اكتر من كده. طيب يا باشمهندس انا طلع لي غلطه وانا بشتغل، ابسط حاجه ممكن تنفستيجيت بالطريقه اللي انا بعملها تشوف الاوبجكت نفسه في ايه؟ او يعني ترجع للدوكيمنت نفسها تشوف، يعني تسيرش على ال ان بي دوت وير هتلاقيها بترجع ايه؟ نمبي اري. هي مشكله بقى في نمبي اري ان هي مش ليست،
ان هي مش ليست، هي عباره عن ليست والداتا تايب زي ما قلنا في تاني سيكشن. طيب كده احنا عملنا ايه بقى؟ كده احنا رسمنا الحاجه بتاعتنا زي ما احنا عايزين. ده الايه؟ ده البلوت. ده البلوت كل اللي عملته اخذت سكاتر واحد وسكاتر اثنين وسكاتر ثلاثة، سوري كلاستر واحد وكلاستر اثنين وكلاستر ثلاثة فاريبلز مستقلين عن بعض، وبعد كده برسم سكاتر بلوت لكل واحد. السكاتر بلوت تاخد مني ايه؟ انا ما استخدمتش غير اللون. بص كده انا ما استخدمتش غير ادي محور اكس، ادي محور ايه اكس، وادي محور واي بتاع البلوت، وادي الايه اللون بتاع الرسمه. سكاتر سكاتر بلوت اللي هي نقط بس، ده اللي انا عملته. ده جديد عليك اللي هي بص كده عملت اوبجكت اللي هو الاوبجكت من السب بلوت ده، وبقول له يا اوبجكت خد الاكس بتاعك اللي هي الاكس واحد بتاعت الكلاستر الاولى، والواي بتاعتك يعني اكس 2 بتاعت الكلاستر، والكلر بتاعك ده اللي انا بقوله بالظبط مش اكتر. تمام؟ زي الماتلاب لو تفتكر، في الماتلاب كنت بتقول بلوت برضو وبتحدد ايه اللي على محور اكس ومحور واي، او كان بياخد منك الماتريكس هو اوريدي بيحولها لوحده لايه؟ لاكس واي. وات ايفر، لو الرسم مضايقك يا عمي مش دي المشكله بتاعتي خالص. يعني بص لو ده مضايقك كده اهو، المهم انت فاهم الايه؟ فاهم الستبس اللي احنا مشينا عليه صح؟ حلو قوي. انت عملت فيد ليميتر. ايوه دي ليميتر لان هو مش عارف ان ده سيز فيه اصلا. طيب ده كده كان الايه؟ كان الشغل بالايد، يعني لو احنا عملنا الكلام ده مانوال كده بايدينا. تمام؟ تعال بقى ناخد الزيتونه. بس ده ما عرفش حسب الدكتوره ورد عليكم. بصوا يا شباب الشيت اللي بينزل بصوا يا شباب هي الفكره، بس ان احنا بندرس الكلام ده عشان المفروض احنا في كليه الهندسه المفروض نفهم الالجوريثم اللي احنا بنشتغل عليه، بس مش اكتر. تمام؟ بس اللي احنا بنعمله بقى في الواقع على ارض الواقع، يعني لما تيجي تعمل ابلكيشن مش بتبدا من الصفر، انت بتبدا من الباكج اللي انت ايه بتستخدمها. تعالوا بقى ايه ننسى اللي فات، بس احنا فاهمين الكونسبت، فاهمين ان احنا بنحسب ايه، بنحسب السكرويد، بنحسب الافرج والسكرويد والساين، احنا عارفين ان ده بيحصل صح؟ احنا عارفين ان ده بيحصل. تعالوا بقى نشتغل الشغل اللي هو ايه اللي احنا متعودين عليه، الشغل البسيط. بص يا شباب كده لو انا مني ما بيني وما بينك قلت لك الاوبجكت بتاعي، الاوبجكت بتاعي موجود في اس كي ليفل دوت كلاستر، اعمل لي امبورت للكيميز. الكيميز ده عباره عن ايه؟ ده الاوبجكت صح؟ ده الاوبجكت هو بقى ده الاوبجكت بتعمل له ايه؟ فيلتر، بتعمل له بريزنت. فاكرين المره اللي فاتت كان عندنا اوبجكت بتاع لينير ريجريشن صح؟ فاكرين اللوجيستيك ريجريشن اللي كنا بنعمل بيه كلاسيفيكيشن، كل اللي كنا بنعمله اوبجكت وبديله البارامترز بتاعته ماشي، بس المره اللي فاتت ما كانش فيه بارامترز. اوبجكت فيت بريدكت مش ده اللي احنا كنا بنعمله صح؟ ده الستبس اللي هعملها دلوقتي، يعني ما فيش اي جديد خالص عن السكشن اللي فات. طيب يا باشمهندس انت دخلت في الجوريزم جديد، ازاي ما يكونش فيه اي جديد عن السكشن اللي فات؟ لو انت خدت بالك الاوبجكتس اللي كنا بنعملها السكشن اللي فات ما كانش فيها البارامترز، لكن الكي مينز ده مش محتاج عدد الكلاسترز بتاعته صح؟ يعني اكيد الاوبجكت نفسه بيختلف من الجوريزم للتاني، يعني
اكيد مش نفس الحاجه ومعموله كده والسلام. تمام؟ فانت كل ما بتغير الموديل اكيد البارامترز بقى اللي احنا هنا كنا بنحسبها بايدينا في الفتره اللي فاتت كنا بنحسبها بايدينا هنا هتبقى اوتوماتيك وانا ببعتها للاوبجكت نفسه. طيب قولوا لي بقى انا المفروض اعمل ايه؟ انا عندي سي اس في فايل عايز اقرا بالبانداس، ها عندي سي اس في فايل عايز اقرا بالبانداس وعايز اعمل واخلي واخلي اعمل ايه؟ انا قاعد بقى اسمع. انا عندي دلوقتي خلاص قلت لك، انا قلت لك الايه، الناس معايا لحظه بقى، انا قلت لك الاوبجكت بتاعي موجود فين صح؟ انا عايز بقى نعمل نفس اللي عملناه المره اللي فاتت. نعمل ايه؟ عايز اقرا فايل بالبانداس، بعمل امبورت للبانداس. سهله اهي مش كده؟ واعمل ايه تاني؟ فاكرين الكروس فاليديشن بتاع ترين تيست سبليت؟ طيب اعمل ايه بقى؟ ها احنا كده عملنا امبورت لكل حاجه، اعمل ايه؟ انا قاعد ساكت اهو مستنيكم تقولوا لي. عايز اقرا سي اس في فايل، اعمل ايه عشان اقرا سي اس في فايل؟ حلو، يعني بقول داتا فريم هتساوي بي دي اللي هي البانداز دوت ريد سي اس في، وبقول له الايه الدايركتوري بتاعك، ادي الفايل هات لي الدايركتوري وحطه هنا. تمام؟ لا ديليمتر بقى ولا حاجه، هو عارف ان ده سي اس في. طيب بعد ما قريت الفايل اعمل له ايه؟ ها اخد اكس واخد واي صح؟ اخد اكس واخد واي، مفيش واي بالظبط، يعني الداتا فريم ده اصلا هو ايه؟ هو اكس بس، هي الفيتشرز بس مش كده؟ طيب ايه بعد كده؟ ها خدنا الاكس يا عم، كنا بنعمل ايه بعد كده؟ نعمل سبليت. مش احنا عندنا ترين وعندنا تيست وعايز اقيس الاكيروس سكور مش كده؟ تعالوا نعمل السبليت. عندي اكس ترين و x test هتساوي ايه؟ ها هتساوي ايه؟ الفانكشن كان اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ مع المره فاتت وانتوا فاتحين اللابتوبات ما شاء الله يعني، اسمها train test split. بدلها ال x، هي بتاخد مني arrays فانا مش مديلها غير ال x بس، وبدلها ال size بتاع ال test اللي هو اسمه test size. وبدلها الراندوم سيز او الراندوم ستيت. طبعا 2000 كتير اصلا على الداتا اللي معانا. طيب كده المفروض دي تعمل ايه؟ بص كده، طبعا اصلا بلاش راندوم سيت كبيره عشان بتاخد وقت، او بلاش راندوم خالص لو انت متضايق. هي راندوم دي احنا كنا متفقين ان هي ايه، ما بتجيبهمش بالترتيب. ماشي؟ طيب بص كده معايا، تعالوا نفتح الاكس. ادي الاكس دي عباره عن ايه يا جماعه؟ ناس معايا؟ ناس معايا؟ دي عباره عن ايه؟ الفيتشرز اللي انا عايز اعمل لها كلاسترنج. ماشي؟ قسمتها لايه؟ لترين وتست. قسمتها لترين وتست راندوم بالترين تست سبليت. كده انا عملت الموديل، كده انا عملت ايه؟ احنا كده فتحنا الفايل وقسمناه لترين وتست بس مش كده؟ طيب انا قايل لك ان الاوبجكت، انا قايل لك ان الاوبجكت بتاعي اسمه ايه؟ كي مينز صح؟ تعالوا نعمل الاوبجكت ده نسميه مثلا موديل هتساوي كي مينز. بص بقى وانت بتفتح كده قال لك البارامترز بتاعتك. احنا عارفين من فهمنا ان انا ايه؟ عارف ان كلاسترز دي معناها ايه؟ عدد الكلاسترز اللي انت قايل له عليه. ماشي؟ و
الان انيشال ممكن بقى يعني ممكن تدي انيشال فاليوز وهو يحسب عدد الكلاسترز. في اكتر من اوبشن، احنا عايزين ابسط حاجه خالص اللي هي ايه، ان كلاسترز بتساوي احنا كنا عملناها كام، 3 كده. ده الموديل بتاعي مش كده، ده الموديل عايز اعمل له ايه بقى، فيت وايه وبريدكت. تعالوا نعمل له موديل دوت فيت، هفته على ايه، على الاكس والواي، على الاكس بس، واعمل بريدكت ريزلت. طيب هو الطبيعي ان انا اعمل طبيعي ان انا هيكون عندي هنا اكيورسي ميجر، هيبقى عندي اكيورسي سكور هنا بالنسبه لايه بقى، ايه احنا مش هينفع نقيس ايرور زي ما كنا بنعمل المره اللي فاتت، صح؟ عشان ما عنديش اول دوت اصلا ارجع بيه، انا كده كده بقول مش معرفه فين الداتا دي. وفي بقى طرق تانية ممكن ما نتعرضلهاش، عيش مع نفسك، اعرف لي الكلاسترز المناسبه ايه، تمام، واعرف لي ايه هما وهاتهم لي. يعني انت بتقول له ارسم لي كده فيجر واعمل اوبتمايزيشن، فانا مش هاخد في الحته دي. فموضوع الترين والتست، احنا هنعمل ترين وهنعمل تست، بس واخد بالك ان التست ده اصلا ما كانش فيه حاجه ليبل دي، يعني ما بيتقارنش بحاجه، مش بعمل كلاسيفيكيشن، انا بعمل كلاستر، تمام. تعالوا نعمل الكلام ده، يبقى ريزلت بتساوي موديل دوت بريدكت بص كده اكس تيست، ده عباره عن ايه، اه سوري، ايه دول عباره عن ايه بقى، الطبيعي ان انت ما بتعملش كده. الطبيعي بقى ايه، كده كده انا عندي داتا عايز اعرف الكلاسترز فين، يعني الاوتبوت بتاعي اصلا، الاوتبوت بتاعي من الموديل مش ان هو يتوقع حاجه جديده، ده هو هيعمل ايه، هياخد الداتا يعرف لي اعمل كلاستر فين عشان يفهم الداتا دي. فالطبيعي ان انا بفت بكل الاكس وبجيب الكلاسترز بتوع الاكس، تمام، ده الطبيعي عشان افهم الداتا نفسها، تمام. في صعوبة في سكشن النهاردة؟ يلا نبدأ نشتغل بقى. نبدأ؟ احنا محتاجين المرة دي الجزء الأول. واحنا هنفصل.